كشفت آخر إحصائيات وزارة العدل التي شملت زواج السعوديات من أجانب عن تسجيل المحاكم السعودية 1114 عقد زواج منذ بداية العام الهجري الجاري، أي بواقع 7 عقود زواج يومياً. في المحصلة تشكل نسبة السعوديات المتزوجات من أجانب 10% من إجمالي السعوديات المتزوجات، وتعاني المواطنة المتزوجة من غير سعودي وأبنائها من بعض العراقيل التي تواجههم سواء في المراجعات أو في بعض الإجراءات، فحياتها وأبنائها تشهد حالة من عدم الاستقرار، بل إن هناك العديد من الصعوبات التي تنتظرهم دائما. وتتمسك كثير من المواطنات المتزوجات من أجانب ببصيص أمل يعيد النظر في تجنيس أبنائهن أسوة بالسعوديين المتزوجين من أجنبيات. هذا ما دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى لتقديم مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، والذي يقضي بمنح أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية، مؤكدين أنه رغم تنوع وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريعات القانونية، إلا أنه لم يطرأ على نظام الجنسية تعديل منذ 60 عاما، باستثناء تعديلات طفيفة في عامي 1425 و1428. وركز المقترح على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان الميلاد، مكتفيا بنسبته إلى أمه.